في إطار خطة تحديث وتطوير مراكز تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات في مختلف مناطق مملكة البحرين، افتتحت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركة إبراهيم خليل كانو المركز الخامس للفحص الفني للمركبات الخفيفة على مستوى مملكة البحرين والثالث للشركة، وذلك بهدف اختصار وقت الانتظار وتسهيل إنجاز خدمة الفحص الفني للمركبات الخفيفة. تسعى الإدارة العامة للمرور ضمن أهداف رؤية البحرين 2030 بالعمل على إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وبناء على توجيهات من الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بإسناد خدمة الفحص الفني للقطاع الخاص، افتتحت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركة إبراهيم خليل كانو المركز الخامس على مستوى مملكة البحرين والثالث للشركة، متخصص لفحص المركبات الخفيفة برعاية العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة المدير العام للإدارة العامة للمرور. تنفيذا لقرار سيدي معالي وزير الداخلية رقم 113 سنة 2018 وبمتابعة مباشرة من قبل سيدي سعادة مدير عام الإدارة العامة للمرور، أن يتم إسناد خدمة الفحص الفني للقطاع الخاص، وفي تتحول الإدارة العامة للمرور من عملية المشغل لخدمة الفحص الفني لعملية المنظم والمراقبة والإشراف. ولله الحمد تم اليوم افتتاح ثالث مركز فحص فني للمركبات الخفيفة تابع شركة إبراهيم خليل كانو في منطقة الرملي، حيث يستوعب هذا الفرع ما يقارب 450 معاملة فحص فني في اليوم، وحيث أن الهدف من هذه المشاريع كافة هي تقديم خدمات للفحص الفني ذات جودة عالية لكافة المواطنين والمقيمين في الفحص الفني لمركباتهم، من حيث انتشار هذه المراكز على كافة المحافظات الأربعة في مملكة البحرين وسهولة الوصول الجماهير إليها والحصول على خدماتهم ذات جودة عالية عن طريق استخدام أجهزة الفحص الفني متطورة في مجال الفحص الفني للمركبات، وحيث أن الهدف من إشراك القطاع الخاص إلى جانب الإدارة العامة للمرور هو أساساً تحقيق السلامة المرورية بين القطاع الخاص وبين الإدارة العامة للمرور. اليوم افتتحنا فرعنا الثالث في منطقة الرملي، دنسو الرملي احنا نسميناه. علاقتنا مع إدارة العامة للمرور هاي السنة الثالثة في مراكز الفحص، افتتحنا فرعنا الأولي في منطقة عراد، عقب افتتحنا فرعنا الثاني في تيوتا بلازا، الحمد لله اليوم هذه فرعنا الثالث. هناك شراكة بيننا وبين إدارة العامة للمرور لتحسين جودة الفحص وتسهيل على المواطنين خدمة الفحص. المركز هذا يشمل مسارين للفحص، فاحصين من إدارة المرور وفاحصين من عندنا تم تدريبهم من إدارة العامة للمرور. عندنا أحدث المعدات للفحص، عندنا معدات اللي تقيس نوعية الهواء من العادم، عندنا نشيك السسبنشن العوادم السيارة الكامبر والكاستر، عندنا نشيك الرايبن وكل الأشياء اللي تشمل فيها إدارة العامة للمرور اللي طلبت منا حق الفحص نسويه. نسعد اليوم بافتتاح فرعنا الجديد في سلمباد لتوفير خدمة الفحص المروري للمركبات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الشاحنات الخفيفة في مملكة البحرين. تعمل هذه المنشأة بكفاءة وسرعة عالية. كما أود الإشارة بأن خدمة تصليح المركبات متوفرة في ورشتنا الخاصة هنا لضمان رضا العملاء. مركز خدمات الفحص الفني دنزو بيكون فاتح خلال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، وأوقات العمل بتكون من 7 صباحا حتى 6 مساء، وبناء على الضغوطات أو متطلبات الزبائن بيكون في تغيير لجدول العمل في المستقبل إن شاء الله، ويتم فحص المركبات بناء على متطلبات الإدارة العامة للمرور. المركز يعتبر الثالث في البحرين وبيغطي منطقة الرملي مدينة عيسى وما حولها من المناطق لخدمة الزبائن. يأتي افتتاح مركز الفحص الفني لفرع شركة إبراهيم خليل كانو دنسو ليغطي 450 مركبة في اليوم كسلسلة من التعاون المستمر مع القطاع الخاص كجهة منظمة للمراكز الفنية بهدف تسهيل الخدمة المقدمة لأصحاب المركبات الخفيفة وضمان سرعة الإنجاز وتقديم خدمة تتناسب مع معايير الجودة في الإدارة العامة للمرور.